تعرف على حضرتك. محمد ممدوح، عضو المكتب التنفيذي لتحالف صور مصر. اهداف المؤتمر منه ايه النهارده؟ هو كان الأهداف المؤتمر اولا تعقيبا على احداث ماسبيرو، يعني توضيح حقائق عن احداث ماسبيرو، وان هي من خلال رؤيتنا ان هي استمرار لمسلسل من الاحداث تب بدات من وقعة الجمل وانتهت، يعني لسه منتهي، يعني اخر حدث ليها كان احداث ماسبيرو، هو الوقوف وراء من هم مدبري هذه الاحداث، ومن يقف وراء هذه الاحداث، ومن يريد الفتنه لهذه البلد، ومن يريد عدم الاستقرار لهذه البلد، من يريد تنفيذ مخطط مبارك ونظامه، اما الاستقرار او بقاء مبارك او اما الفوضى، من يريد الفوضى للبلاد. يعني كان هدف المؤتمر البحث عن احداث ماسبيرو، معاقبه ومحاسبه كل المتورطين فيها، البحث عن حل واضح للمشاكل الامنيه والانفلاتات الامنيه والكوارث التي بتحدث ويروح ضحياتها ارواح المصريين، ومحاوله لوقفها تماما. هل فعلا حسني مبارك صدق في اما انا اما الفوضى؟ حتى الان صدق، حتى الان في هناك حاله من الفوضى، هناك حاله من الانفلات الامني، هناك حاله من عدم الاستقرار يشعر بها المواطن العادي، هناك كثير من المصريين يقولوا دلوقتي ولا يوم من ايام مبارك، ودي هي الشعور اللي كان يرغب مبارك ونظامه في الوصول ليهم، ولكن احنا اللي بنساعدهم، احنا كل القوى المصريه المتواجده على الارض هي بتساعدهم، المجلس العسكري بيساعدهم. المجلس العسكري اصدر في مؤتمر صحفي اول امس ان هناك ايادي داخليه تعبث بامن الوطن، واظن ان المجلس العسكري يعرف جيدا مين هم الايادي الداخليه اللي بتعبث بامن الوطن، وكلنا نعرف هم فلول الحزب الوطني، هم المنتفعين من النظام السابق، هم من افسدوا الحياه السياسيه والاجتماعيه لمصر طوال 30 عام، ومع ذلك يرفض المجلس العسكري منعهم من العبث بامن الوطن، يرفض المجلس العسكري صدور قانون مرسوم بقانون العزل السياسي حتى يوقف كل هذه المجازر وكل هذه الانفلاتات الامنيه، يرفض المجلس العسكري وضعهم تحت الاقامه الجبريه، يرفض المجلس العسكري التعامل معهم. وهنا السؤال، وهنا السؤال اللي خرجنا بيه المؤتمر والطلبات المباشره اللي طردت المجلس العسكري. انت تعلم المجلس العسكري خلال المؤتمر اعلن هو يعلم ان في ايادي خفيه، ويعلم من هم الايادي الخفيه، واحنا نعلم الشعب المصري كله يعلم من هم الايادي الخفيه، ماذا يمنعنا ان احنا نتصدى ليهم؟ هل هناك حرج ما بين المجلس العسكري ونظام مبارك؟ هل هناك في شيء يمنع المجلس العسكري من محاسبه افراد نظام مبارك، من اصدار قانون الغدر او قانون العزل السياسي ليوقي البلد شرور كثيره جدا؟ احنا داخلين على مرحله انتخابات، البلد يعني فيها حاله من الانفلات الامني وغياب كامل للشرطه، وانا داخلين على مرحله انتخابات، مرحله انتخابات الكل يتوقع انها ستكون دمويه بنسبه 100%. ليه؟ لان المجلس العسكري سمح لفلول الحزب الوطني، سمح لقيادات الحزب الوطني اللي افسدوا الحياه في مصر الدخول مره ثانيه وعدم حرمانهم من ممارسه الحياه السياسيه. هو ده السؤال اللي احنا كنا عايزين نطلع بيه من المؤتمر، مين وراء الاحداث وازاي نوقفهم، والحل واضح بس المجلس العسكري رافض التنفيذ. شكرا. استاذ عامر الوكيل معنا اليوم وهيقول لنا المؤتمر الصحفي وتوصياته. المؤتمر الصحفي اول توصياته اصدار قرار بالعزل السياسي لرموز الحزب الوطني، بدايه من كل من ترشح، مش بس اللي نجحوا، بدايه من كل من ترشح على لجان الحزب الوطني في كل الدوائر من 2005 و2010، ومش بس كده، لا الامر تطور بعد احداث ماسبيرو، بقى في قتلى كتير، لابد من وضع هؤلاء تحت الاقامه الجبريه ووضعهم تحت رقابه لتحديد تحركاتهم، لان هم للاسف هم اللي بيفسدوا اي تظاهره، وكل لجان تقصي الحقائق قالت ده بصراحه في احداث، لو تفتكر احداث اطفيح وامبابه وحتى السفاره الاسرائيليه، فكل الدلائل وكل القرائن بتقول ان الفلول الوطني هم اللي بيدسوا الناس وسط المتظاهرين، بل بقى في اسلحه، وكمان في ناس اشارت الى امن الدوله، ان الامن الدوله له علاقه قويه بالوطني وله علاقه قويه بكل الاحداث اللي بتحصل، لان احنا عارفين قد ايه الامن الدوله تراجع في الفتره اللي فاتت، فهم نفسهم يرجعوا زي زمان، لكن ان شاء الله احنا مش هنديهم. لكن احنا بنطالب المجلس العسكري انه لو استمر في منح هؤلاء الحريه، للاسف احنا بنتوقع ان الانتخابات اللي جايه هيحصل فيها قتل، او اي شخص مصري او اي انسان حتى في العالم يقتل، دي جريمه في حق اي نظام، دي جريمه في حق اي اداره سياسيه للبلاد، لان هم المسؤولين عن امن الوطن. فاحنا بنقول لهم ما تثبتوش ان انتم متواطئين مع فلول الوطني، ان انتم بتحموهم، واصدروا هذا القرار. احنا كمان بنطالب في هذا المؤتمر بجدول زمني معلن لانتخابات الرئاسة. احنا لحد دلوقتي هم كل اللي بنشوفه ان هم بيحاولوا يطولوا المرحلة الانتقالية. طلع مجموعة من مرشحي الرئاسة واتحدوا واعلنوا بيان. تخيل مجموعة من مرشحي الرئاسة، يعني من الممكن في يوم من ايام نشوف واحد فيهم رئيس مصر؟ ما عبرهمش، حتى ما عبرهمش، ما ردوش عليهم، قال لهم انتوا ايه البيان بتاعكم ده، يصلح او لا يصلح؟ طب يا جماعة اطلعوا قولوا لهم ان انتوا ما بتفهموش، ان البيان بتاعكم ده ما ينفعش، لكن ما فيش ولا كلمة، كأنهم ودن من طين، ودن من طين برضه، ما عادش ودن من عجين، الودنين من طين. فللأسف احنا
في مرحلة حرجة جدا، لابد ان المجلس العسكري يوضح وجهة نظره وينفي اي اتهام ليه، لان اللي حصل قدام مسبيرو ما ينفعش يعدي كده، ما ينفعش يمر كده. شكرا استاذ، شكرا. يلا حبيبي.